شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم حلوا فزورات اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبالجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي اي شو عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي اي شو عطينا طحين وشوية بزار روحوا ابوي هناك عند البشكار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا عجب يبكي المشغول في مسافر خانة في مسافر خانة شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات شايب خلف ترى زوجتي انهانت ويسوف هذا المعاون اللي يشتغل عندك كسر له يدينها والبارحة طول الليل سهرانة ما نايمة مو قاعدينها وتراني ما أبغى أسوي المسألة عودة قلت أحسن لي أجيك ما دام إنك كبير الحارة وتو جاي إنك شوف يا شايب حمدان قول سمع مني جوابي زيد تفضل قول كلم بطل عينك 4 4 واثنينك 6 6 ولا يهمك بفتح 8 بعد شوف اي نعم انا اذا كنت تبغاني اسمع مني اني انا ناصح يوسف نعم واكلمه ما عندي مانع لكن مساله اني افنشه ولا اسوي به شيء لا لا ما ارضى فيه عقب انت تبغاه يكسر حريم الناس شوف اذا فاكر نفسه هو ما حد يرده ترى البرزه والمحكمه والوالي يردوه ولا والله العظيم لو ما حشمتك انت كان اشتكيت في البرزة وخليت الوالي يصدك بحديد نعم يا حمدان يا اخوي اسمع مني جوابي الانسان ما يحتاج يتسرع وهاي الامور نحن لازم نحن نعالجها كيف تعالج الله لك كيف تعالج قول وانا بنعالج من يود يوسف ومن حكي لكن شي واحد انت قول تكلم انت بعد شي واحد لازم تطنف زوجتك هاي وتأذبها وتهذبها وتقول وتخليها ما دام يوت الناس تنقل كلمات والحواير تسويها حشرة في الحارة شايف خلف تراك اشوفك كانك مزولنهم على الناس
مو تقول؟ اي نعم. سمعت؟ ايه؟ ايش الكلام هذا يا حمدان؟ وش اقول لك بعد؟ يا يوسف يوسف ما 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 يغلط على الناس انا عارفه. اسمع صدقه 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 حتى عن طروقها بيتكلم على زوجتي هذا اللي ناقص شيخ خلف. افا والله افا افا والله نعم افا. اهدى يا حمدان اهدى يا خلف. ما انا جاي انك بكبري وعبري زين وجاي وجاي لك صديق كيف وما حصل منك جواب؟ ما حصل كيف جواب؟ افا عليك بالله افا عليك بس حمدان انت جاي تضارب تبغى تضارب؟ كيف تضارب زوجتي؟ الله يهديك زوجتي كسروا لي ايدينها وزين زوجتي ما تنام حرام مظلومتي ام سياف ام ولدي والله العظيم البارحه ما نمت البارحه ما حصلت. هنا عفوا جاوبني اسكت انت اسكت بس انا الاستاذ حمدان تنهان زوجتي وكسروا لي ايدينها صغيرين ما تطيع انت نعم ما تطيع يا الله خلك زوجتي زوجتي ما ادري ذيك والله حشيمتك نبغى نجاحي زوجتي زوجتي هاي زوجتي هاي النطفة افا عليك افا عليك عواش داي عواش زوجته عواش ولا وش اقول لك تو يا ينازع على هيك الشبر ينازع اسمع لا لا تقول كي لا تقول كي اي نعم سكت 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 والله لو ما حجمت شايف خلف دور الندب هالمقشع هذا زين ابوي خلنا السؤال هاي عندك الامور هذه هاي الامور نحن بنصفيها ان شاء الله ومثل ما خبرت فوسوف اذا كان غلطان ومنشوف اول بنسمع حريقه زين سمعت مني غلطان هي. كان هي ما مسويه شيء وما غلطانه نعم كان انا بغسله بايك العصا بغسله اسمع جوابي ايش تبغى مني شو غير كي ما شيء لكن شوف عاد بخلي الصوت يطلع بدمه اذا ما جازيته زين واذا ما عدبته ترى ما يحتاج بعد محكمه ولا برزه من اشوف اي سكه اشوفه بهالمقشع اكسر له راسه لا حول ولا قوه الا بالله خلي الوالد كلامك يا رجال هالرجال نعم انا الا قلنا يا رجال كلامك يا حمدان انت إذا أنت ضربت يوسف أنا بقول لك أقول أنا متفاهم أنا وياك طيب كيف بتقول له متفاهم يا رهداء؟ ترى أنا ما أخاف من المحكمة أي نعم القيد حرقاقين معروف أنا إيه وأنت عاد ترى صديقي وعزيز علي ها عشان كي أنا جيتك أنت ما تقصر إي نعم فهاي فهاي الشيء جزاك الله خير وجبتني لكن شرواك أنت وهاللحية البيضة واللحية الغانمة الله يعزك الله يعزك الله يعزك أنا أبى منك هالمرة أنك أنت سامحه زين وكان شيء تقصير وكان شيء سمعت مني سوى شيء غلط عليكم نعم أنا بكفيكم مورا باي بني عنتور سير نحمل يوسف الحين ولا صبر لا تسير أنا بطرش فاضول أخلي يجيب تو لا 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 كان سمعت مني ضرب ولا سمعت مني زعه ولا كان شيء بقيت لقيت هذا ما يهمك إلا كنت بسلم بس العين ضرب ضرب بس بسلم عيني ترى بس عاد نحاش منك أنت بس جزاك الله خير إيه نعم أنت اللي كاسر ظهري أنت بس بس يا أبا إيه نعم الله ياجيب عقب يلا أنا أقوم أسير أشوفها وهاي الشيء معك هلا الله في وجهك بس ما يهمك أنت ما يهمك ما يهمك كله علشانك أنت والله العظيم لو ما أعزك وأحبك يا أخوي ولو ما يعني أخوي الأكبر زين كان ما جيتك يا الله يا الله يا الله عقب انا بقوم اسير جزاك الله خير جزاك الله خير يا حمدان وانا عندنا بالنيابه ايه اقول لك اسمح لي ما يهمك انا بسير بعد اوديها عند المجبط مره من كسر هيدين من كسر كسر ما كسر هيدين عقب ما كسرني لو ما كسرنا مره مصبغه لو ما كسر ما سوى كذي كان جيتك يلا بعدين اقول ما الله ان شاء الله يحفظها تمام الله تمام الله الله يحفظها ان شاء الله يا الله لو كسر لها رقبتها حتى ولا قاص لسانها والله يا دي بعد جاي يدافع عنه وينازع عنتور ايه لا تسير لا تسير ما انا بسير انا بسير اخلاف عقب صلاة العصر بسير لهم كيف انت تسير انت مو يحكي كنت كيف اسير انا بسير انا حياي شاور ديلي انا بسير بيتهم انا لازم ادخل بيتهم ما انتوا تدخلوا ها اسمعي عواش حرمتي بعد كمينة واستوي انا بسير بس كنت بس يلا قفل الدكان هي العصاي هين عصاي خليتوها خلق في الدكان خلق الله لا ترجع هاي السوالف ستومي زمان ترجعها اي نعم حتى احس عمري ان استويت هالايام مره صاحب عائله امر وانهي ونازع وكل شيء حجه بحاجه مني اصير اناصح يوسف ومني اتشوف قمر الزمان عواش يا الله يا عواش يا الله ما يهجاني يوم ما تشوف يوم وحده ما يهجاني نعم واستوت هالايام بعد ما تجيني في الحلم ولا شيء ايه لكن ما علي مو ابغى تجيني في الحلم انا يوم بشوفها اليوم على الحقيقه بتشوفها ايه اقوم اسير عاد هي العصا اقوم اسير هي صاير من هاي غلط هي مو جايب لنا منو بقى انت رجاي مو جاي اسوي
أنا شايل الطويان، أشيل الطوي، أشوف البيادير يشتغلوا ولا ما يشتغلوا. أنا تو جاي من هناك وما أروح على الطوي، والبيادير يشتغلوا. أقول لك أشيل الطويان، تراني أشيل الطويان، وبعدين أنا قصدي والفان بن سعيد أجي أشوفه. إذا حابب أصير معك. حماشي معي. مو يوديك معي. شيل الدكان، شوف الناس مسافر خانة، شوف حد يبون أغراض اللي يبغون شيء، وبعدين بتسجل في الدفتر. هناك عنتور ويسوي كل شيء. عنتور ما عليه براسة، ما حد يأكل عليه. شير انت، شير خلاص اخطف. اقوم اسير. سير خلاص، سير اخطف. ما تشيلني معك؟ لا ما اشيلك. سير زين. تملى ملى. ها يا الله، ما احن بس يكون شي غاوي. يا ما تشوفني، ما رابت تشوفني. يا الله يا عواش، يا الله جيناكم. وعداني كسروا لي الداني، يلا لا ابراهم هذاك ذاك الخيش هذاك الداي، انا يان هو يان. وابوي 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 تو كيف اسويش يقضي في البيت، من يجي يعاوني ام يوسف ما تجي، انا اعرف. يا الله يجاني عدب، انا ويا واحد، انا ويا واحد، وابوي قصبها في الحريم، وابوي جاني تزروها متى يقبروها متى. يا الله وجاني، يا الله وجاني كسروها الله ابراهم. ذاك 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 مزوى يوسف، أنا من ويا واحد، أنا نوى أنا هو وأبوي ما تيجي حمدان. السلام عليكم. جيت حمدان، جيت وسويت. أسمع اشتوني. يديني بيا صولان. تعورش؟ أبوي قتلتني. العصر العصر بودوش عند المجبر ولا يهمش. لكن سمعي، أنا صرت عند خلف وقلت له اسمع وشوف، لمعاوني هاي مالك ابو اسمه يسوف ادبه، ولا ترى مستعد ادبه. قلت له كذا؟ قلت له ونص. كلامك واكد؟ واكد ونص. وسمعي بعد، سمعي بزيدش من الشعر بيت. قلت له اذا انا ما قدرت ادبه البرزه بتادبه. صدقك؟ نعم. قلت له بخلي الوالي مره يسك بقيت مره زي سويت. نعم. انا مسويه فيهم الزيت، شوف كيف ضربوني. حمد محروزه يا انا يا شيخه محروزه، انا يسخابي حشه كيف سووني محروزه؟ والله محروزه ما توني. سمعني زقولي قولي. هذاك مسوي عمره حنطر بالشدات. خسي انا ويا واحد. لا عقبته هو هين الحريم وهين هو انت مو لك من خص. ما في ادب. انا ويا قال انا وام يوسف جالسين، دخل هو انت مو قاعد تشاري هنا، انت تشاري الفتره انت ما شوف. هي. انا بعدني مسوي الخير، مخلي عمره تيس في الحاره. شوف كيفه كذي ها. لكن ما يهمش، انا مستعد. وقلت له بعد هذا خلف، قلت له حتى لو البرزه ما ادبته يوم واحده بشوف شيء مسكه وبرن رن بهالمقشع. نحمني ولا اطيح. لكن سمعي عاد، قال لي كلمه والله العظيم، كلمه هذه مثل المرح الملح مره مره في الجرح. صبري شويه، صبري خلينا اكمل. انت ما تجوزي عن هاللاعيه هذه. سمعي، قال لي كلمه واحده، قال لي عن يكون شواخي العائله. انا يا ما انا حمدان مصدق. يعني انت ما قلتي له شيء الفا ابدا؟ عندهم انتوا بي وخابوا يضربوني. يا الله انا واحده ما بين اربعه وخمسه. شي ولا تخليني اصيح. ترى محروزه وحدش يا بنت الحلال، وحدش يا شيخه جلسي، يا مسياب جلسي، اضطري في البيت. ها بس بيت ام يوسف، بيت صديقتي، بيت سوموتي، هاي جا من عند ولد سوموتي. ابغالهم الخير، لكن ذولا ما يستاهلوا خير. حساب اسر بيتهم. ان كان ام يوسف تبغاني تجيني هنا ولا انا ما اسر بيتهم، بس خلاص انتتني بوقاني. كذي يا باش. نعم لا تسيري. ما تسير. هي لا تنزلي نفسش حال الناس. انا؟ هي نعم. شيخه. حرمت الاستاذ حمدان. افا ليش؟ نعم بادبه. سمع انت. أدبه ونص. أوه شايب خلف. عين عين. أنت مو جايب إنكني كل مكان أشوفك هيجيبكني. أخوي شايب خلف. ترك ما رديت على كلامي. ما رديت يا ولد الحلال، بعدني ما شاهد بتحصلني. مو هذا فيك معلامة، قلت لك متواكل من بخلاف. أقول خلاف. قولي على مو. أنت شايب خلف، ما رديت على كلامي. أنا سألك. اشوفك اليوم تداور هني يعني لهني. الله يسلمك، انا اليوم بشير عند خلفان ولد علي وبطوف النخيل خلاف. هي تشوف الطو والنخيل ما كذاب شايب خلف؟ ايه ايه ايه
ايه طول النخيل. ايه تعرف عاد انا كيف عرفت شايب خلف؟ انت عارفك عفريت. عرفته على طول. والله انك عفريت انت. انا والله سعيدك انت اول كيف مخبر شيطان. شايب خلف؟ انا يوم شفتكني انا عارف قلت شايب خلف مهتم في النخيل. ليش شايب خلف؟ انك انت بتحصل منه محصول واجد ولازم تهتم فيها. ها صدقك. اما انك انت الله حق صدقه. زين زين عاد بسير عنك النخيل بسير. سير ابوي سير ترزق الله سير ترزق الله. اي زين انا مخلي نوب القهوه فوق النار هناك. اسير توعدنا في البيت عشان اصبها وسير ترى انا اترزق. بس قهوه سير سير. انا عجب انا ساير. سير سير. الله نفسك وي شايب غلف. مو قصدك؟ ها؟ ماشي مالا مالا سير سير انا شايب النخيل. ايش هيجي؟ ها؟ ايش الفعلة؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كلك يا ابوكم ايش الفعلة هايك؟ يا حد يسوي بالوادم؟ ايش هايك؟ فرشتون كون هالحالة. لا اله الا الله ما هي علينا هاي ما تجي علينا برها بيجي ما تجي. لا حول ولا قوة الا بالله بل نقول ذيابي. لا اله الا الله مو هالحالة مو هالحالة ابوي هالجاية ما استوت علي ما استوت. يكون بيكون حد من جيرانكم علي ما يكون جيرانكم ود الحلال. أنا مشي غير هي سعدو جارتي هي اللعينة دهم هلتك بغسالة سمكتهم فوق السطوح دو بسير أنا زحا. ما أنا اللي كبيت الماء فخلتي وابوي وافضيحتي وافضيحتي من شايب خلف حس ما تخقل على وجهش كبي فوق عمش ماي شيخ 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 لا تعال وحدك ونسوي ما باين يا يوسف ما باين. لا والله احترامك نعم على العين والرأس ما باين نعم. لكن تعال انت تخل بس بدل ثيابك ذاك متللاتي لين انا اجيب الصغيرين القهوة بجيب الثياب ها؟ أسير عندك يا يوسف بسير. ما يستوي الشاب خلف أتي قهوة؟ موعد رجالة يكون أتأخر عليه ولا شيء. ما يستوي غير بدل؟ أحسنت جزاك الله خير. أنت توحيل الرجال؟ لا يكون أتحجر عليه بقى عنه في شغل شوية. أقول يوسف ما حد ما يهني يوسف اليوم ما حد؟ ما أقول لك الشاب خلف يوسف كنعاني طالع من البيت زعلان. أفا عمو مزعلني ايش مزعلني؟ مزعل الحرمة جارتي. مني والدروب من الحريم؟ كنعان الشيخة دابت الله سقياها مسكينة. خبرني حمدان عن هاي السالفة أمس خبرني. ما فضيحتي ولا من تكفر بحمدان؟ أبو استوى عندكم أمس خبرني عنه شايب حمدان. لكن انت بصدقهم يوسف تستاهل هاي يخو تستاهل. دوالي دي أقرب دي أقرب. ما تعرف أنت الشيخة ما تعرف. ويوسف ولدي ما غلطان تستاهل شيء يوم سوي فيها كلام.
تنعاني ما اعرف مو من البقعة وهو ما اعرف سيارته يشوفني اشوفه ويشوفني بس اراضي اراضي نعم ولو اني انا غلطت عليه اراضي بعدني يوم يوسف انت بتنهلين بالولاد كذا على شبه حرمه وحده 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 شلالات خبار مظنوني منهقلين هذا الاولاد نعم شاب خلف ما مني لكن اطمني يوسف اطمني ان شاء الله يضوي الليله في البيت ايه لكن شوفوا يا عاد اذا جا شيء خبر يقول ابا غنك شايب خلف ضروري إذا جاء أرسل لك صغارين أجي بنات نصرة وشي نصرة وشي بنتي عايشة أجي ولا خبرت نصرة عسب عايشة لا 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 هاي كل بقى ما نصرة طرشني عايشة خلتي عايشة أفهم تخويذك هين عواشيني عواشارة أنا عنهم ليش تبغى لا أنا أقول أنا أقصد خبرها ديني يوصل لي عواش يسلم عليش أبوش خلف بس هذا الله انا زين انت وعد بترخص عنك ايش بتصير ما بتكوي احسنتي اقول يا ام يوسف اذا تبغوا شيء ولا محتاجين لشيء ترى عنتور خد جزاه وطرش عواش تاخذ اغراض عواش يستاهل عنتور ايه ان شاء الله ولا يهمك هين عواش ارسل يوسف يوم غايت يوم يجي ارسل له الدكان يجيب لنا اغراض زين انا تو برخصتش ما لا يعني اسير اسير هنا اسير اذا شاء الله خير وشربنا قهوتكم قبل مره 20 مره يلا في مالا عسل ايام بس يجي سلم على عواش مالا عواش مالا عسل ايام يجي من شاف بعد الشاب خلاص عسل يلا في مالا اوه عواش مالا خلي عنك ذاته اسمعني صار لي يومين انا انتظر يوسف علشان يجي يتعلم يجي يشوفني وانا انزل ماكينه بغى يتعلم شويه ما معقول كذا ما ظنيت يوسف كاكستوي ما ظنيت ابدا يا فاضول اذا هذا دام وقى وشاف الشغل هيتعلم اكثر لكنه ما يجي مو سوفي يعني قصر بيصير دراول يصير ما له ما يصير دراول لكن المصيبة انه ما يجي يمكن مريض ولا ما مريضة تراها كل ليلة ونهارية لو يقعها راسه وضلعها منكسر وراسه يعورها طول الليل وطول نهار مساكينة عادي بس انا اشوفه في البيت بيكون حصره من النار سير سير انا سير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يلا هاي هاي عبنا عليكم السلام ورحمة الله تفضل تفضل الوالد تفضل ها تفضل نعم الوالد تسكن عندنا هيه في مكان سكن من هين جايبنا ذي يا ابوي من هين جايبنا بعد ترى جايبنا من ستيشن ابوي انا اقوم اسير جلس تاف لا ما اجلس ما اجلس اسير ما لا فما لا من فضلك ما لا لا استريح ومن هين قال لنا قلت لي قلت لك لا لا ستيشن 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 ومن قال لك يا ذا وادو 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 جايب لي وادو يا اخي الله يلعنك انت وادو ما لقيته الا تجيبه لا انت بعد والله خلينا نتكلم الوالد ها هذا شاب ضل شاب اقول الوالد قل بتسكن عندنا بتسكن ها شي مكان انام فيه هي شيء شيء ها انت عظم من ايه من هنا من وادي مدحه وادي مدحه ايه وين وادي مدحه نوبذي سالو الوالد هل مالك تكلم تكلمي اقول لك وادي مدحه هذه هين من الباطنة من الباطنة كذا هيك ذاك ما قادر اقول قل مو اسمك اسمي ناصر بن راشد ودراعي نخلة هذا كيف ودراعي نخلة كذا مو ودراعي تتريح يا رب قابل وحي بليط يا ما ستسوي هذا الله يسلمك انا صرت ستيشن ولقيت فد وادو قال لي شلو بيسكن معاكم يا يوم النهار الله يلعن بالايس ما نقل لي يجيب الوالد قل انا جوعان جوعان اقول لك بتسكن عندنا كم يوم بسكن انا بس الله بس انا اكيد سنه بيجي يسكن كان اقول كان سنه نحن ما نستقبل إلا يومين ثلاث أيام بس هي 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 زين 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 هي قول أنت من هين من الولايات أنا قلت لك من الباطنة مالك ما أسمع زين عارف من الباطنة لكن هين من الولايات هين ولايتي إيه أنا أقول لك أنت تعرف وادي مدحة تعرفه أنا أعرف وادي مدحة
ما اعرف فين ولا الواد. لا تخلي عمرك تعرف، تخلي عمرك انت مش شايب قلب يعرف كل شيء. مخلي عمرك خلي انا امزح معك. عارف انه والله العظيم عارف والله عارف خلينا بس انا اشوف بس عارفك ايش عرفك كم ايش عرفني. اولا وادي مدحه هذه والولايه اللي فيها فيها خطبة ملاحة والاسود. سأل شايب خلف صح ولا لا؟ صح صح. ها شوف شوف كيف ها انا باغي استريح هذا من هين جايبها ضربتني الشمس ترى ضربتني الشمس. ما عليك منها. اقول ها قول الوالد تو بيشلك هناك مسافر خانه ها تستريح ها وبعدين بناخذ كل الاجراءات اللازمه حل سكنك. زين الكرش قبل ما هي الكرش باغي كل اكل الاكل ما على حسابنا. الاكل بتصير السوق وبتاكل على كيفك وتنام هنا على حسابك انت. زين ابوي شلو 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 انا بسالك عن واد مطعم. ها قل فيه رطب خفا انا وبعدني ما فيه رطب مو ذا. هذا مو ذا مو هذا هذا من وادي مدحه. من وادي مدحه والنام اقول لك عاد بحاله واحد على عمري واحد بعد. اما انه وقبوك رشوني انزين ما شافوك؟ انا ما شافني يوم فتح الباب ما شافني مره لاكل من فوق ثيابي. اقول لك مو لكن صدق يا فاضل برد فوادي. نعم برد لو ان المشوية حار لكن برد فوادي وشفت عواش. نعم كيف؟ نعم برد فوادي. برد فوادي كم يرشوك بماي؟ اه وحنا ما استحملت يا والله ما استحمل كخينا. نعم لا فاضل يا ولد الحلا ايش راي يقولوا ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب. اعرف انك زبيب اعرفه. اه زبيب اسميك انك زبيب معلوم. يا الله عايز صدقني ابمي هذاك ابمي هجشتك ان مي ورد فوقي طاح مي ورد. نعم مي ورد من دين حواش مي ورد ما ورد. ها اسمي انه ما ورد نعم. يا الله اقول خلينا انا السالفة هذه. اه لا اصبر انا اقوم اسير هينسير اسير الفرضة الحين خليني اكمل لك السالفة. زين يوم رشوني ونزلت ثيابي كلهم رطبات مي ترى مي هي. الحين يوم درد خارج الصغيرين يشوفوني متعجبين. افا صغيرين متعجبين مني كذا كيف يشوفون الناس الكبار يا برطبات ما نسير شيء ولا شيء طايح ما علي ما شي سير. وقفت سكي على جانب الشمس. نعم استنيت هناك وجلست لين يبسن ثيابي كمس ليس الناقص كذا كارث كذا كارث مره بدك ترحمني يوم تشوف ترحمني. وجلست هناك يا فاضول لين يبسن ثيابي شفت يبسن شوي سحبت شوي وانا ما اسوي. يا الله لكن كل هذاك الثاني يوم شفت عواس معدني كله نسيته. كله نسيته. نعم رديت الفوق. والله تو اتذكره وانت مرشوش بماي. يا الله شوفك كمت دقيقه مبلوله. بس شق من الضحك. يا الله عاد هاي ما يستاهل النمو. نسيت اقول ابغى اقوم اسير الفرضه. لا ما تسير الفرضه. مو تسوي الفرضه. اسير اجيب اشوف العيش هناك مجيوب ولا لا؟ لا ابوي خلي العيش تو اسير دور يوسف. شو دور يوسف؟ خلي الفرضة تغيب. ما سوي؟ يوسف دور من الحين ما تجون. أدور يوسف؟ وخلي الفرضة وصير أدور يوسف. ما عليه أشوف شيء عيش ما حد يشيل خليهم كان على الفرضة. يوسف ما ولد صغير انقاع ولد كبير. اللي يقدر يصير منه ويصير السوق يصير كل مكان. أنا سير أدوره هنا. زين غاوي كان أدور يوسف هنا. أسير أقول فلان. شفت يوسف؟ ما شاء الله يا ولد الحلال بيكون حل شلت على وايد مغيبين استوون. لا اله الا الله حد يسحر ولا شيء. وبعدين مين بيملك نعل العواش؟ مين بيملك نعل العواش؟ او لو قال يوسف مين بيملك نعل العواش؟ انت كل ما في وادك الا بعواش. هذا عواش يوم من الايام بتوي قرع. ما شاء اقول يعني عواش هذه يوم من الايام بتزوجها انت ان شاء الله. ان شاء الله. انت بتزوج ان شاء الله. ان شاء الله. بس شوف سير تو الحين دور يوسف. يلا افتل مو اسير. اسير ولا مو؟ اللي بنعطه ما يجيبك شيء. خلي سير دوره.
مو لحظه اضحك يا مرشوش بمهي. انا هيك شايفه مره خلاص. سير الله العظيم انا شلون ما يغيب. انا مرشوش يغيب خلي يقتلوني اول يقتلني قصدك مو علي. والله العظيم هو عدور عندور وعدور هيدوك يا مشيت ما مشيت مكان مسافر خالد داخل نقدر اشتغل زين جواك الله ان شاء الله جويك ان شاء الله تبى شيء؟ لا فقط اجلس في الدكان انا اسير شويه داخل اشوف العرب جايين اليوم مساكين هناك زين؟ ان شاء الله اجلس تعجبني يوم يقول ان شاء الله تعجبني كذا قضاك هاي تو ديف مره كان موقف ديف تو ذا مو جالس يقرر عنتر وعنتر وانت ما تعرف تتكلم يا على الناس وحيانش ما علموت السلام على الناس. واضح يا من ذا ما معلمينه تتكلم من ذا هو عنتر. انت نسيت تتكلم من سامحينهم يوسف. مو اسامحك ما عرفت ايش تتراني ما تسامحين توبه خلاص لا تخبرينه بشيء. انت كيف بتعرف الناس ما دام مكبس وقاعد تقرم؟ لا اكتب حسابات كلها علي انا توكيل كلها. لا اله الا الله وش معي صدق. نعم وين الشايب خلفين؟ توبه يجي لكن خليك ما خبرت. لا خليك والله عليكم يوسف هيا والله خطوه عزيزه يا مرحبا الشايب خلف. وش حالك شايب خلف؟ خير انت شايب خلف؟ الحمد لله حيا وسهلا. كيف حالك؟ اقول لك كلمه شر؟ كيف حال صغيري قبل؟ الحمد لله عواشي بخير؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسلمها ان شاء الله ويسلمك. انا؟ كلكم الحمد لله. مو عليهم؟ الحمد لله مش عليهم من صوبنا اقول شيء. يوسف ماله؟ ناجحتوه كمية؟ ما جحيته بعد ما جا البيت؟ شيكي بيتهم هاي غابة ما جاني؟ وما لقيته بعدكم؟ تنعاني ولدي تعالي تعسح ما عارف ولدي هين صار شيء تعالي أشكدي ما عارف يا ربي كيف ما شفت طالع عني من الصبح طالع شيكي لا شيلي هم شوفي كيف ما شيل هم لازم فاضل بحصرة بيصير يدوره بيحصل من كل مكان ان شاء الله بعد الا بيصير ما صار يدوره لا ساير انا بدور انا ساير اسكت انت ما حد يبى منك تدويره يا يوسف لا يهمك انا خلي فاضول ما يرد الا مع يوسف يا ريت الشيخ يا ريت وبعدين ايش اسمه سير روح انت بيتكم وطمني وخلي بالك مرتاح ما يهدى لي بال اليوم ما يهدى لي لين ما يرجع ولدي يوسف ما يهدى لي بال قلب الام سيكينا قلب الام دليلها ما اعرف مو مستوي اليوم في ولدي حاسه انه مستوي ولا شيء لا تشيلي هم من برا ابدان سيري البيت اعرفه مسكين سيري البيت ارتاحي يا ابوي وان شاء الله يوسف بيجي ان شاء الله ما يهمش يوم يوسف تسير البيت ارتاحي سيري اسير عقب وعد اليوم الدلوع عموه كلهم صبري شوي يا عجل عنتر هات قرشة ويمتو واحد قوت اخوه وعنص والله من احمد كل شيء يرخص حال معواش كل شيء يرخص جيب قال اثنين ما واحد واحد قلنا لا حول واحد نقله تستاهل ام يوسف ايش اثنين سلام زين سلمي تمام لا الشعب خلف احسنت هيا شوفه زين يوم لقيتش مو باغي تعال مو هناك يوسف ايه؟ انا ظهري عورني ايه؟ وباغلش تجيبي لي 4-5 متر باغلني ريح وباغني انا اسرق ما تسرقي ترى انت تشتغلي هناك لا ايه؟ وجيبي لي واحد زين يوم اشتغل هناك انا اسرق من الدختريه واجي باقي يا وامو مو مريض اجينا الدختريه ما يوصيني انا كنت خبر الدختريه جيبي لي واحد ريح باب من هنا مره منكسر ظهري منكسر انت انا ما فيك ريح عزمو فيك عصبه ولا خبانه ما عصبه زين بجيب لك يا والله ابوي شاب خلف جلستكم غاويه بس انا بسير تعرف هاي البيت وعيال هيا الله يوسف هاي ضيع علينا هاي يا يوسف لا تنسي الشيء ما ترى لا تنسي ولا يهمك ولا ترى باكر البريق ما له مشكلة لا والله قهوة ما له مقلي لا يهمك يلا تعال لي البيت وانا وحدي برطل لك ظهرك انزين انزين يلا تمام لله اسير عنكم عجبك
شايف خلاص؟ بعض الناس جمعوا الرباطات انا هاي ابوي يربطوهن ويبيعون في سوق مطرح. مو يقصد مو يقصد يدخل في سوالف اللي ما تخصها. قال في والله حتى ودى شغل اللي هو الاصلي مال القهوه وصار يبيع رباطات. يا شايب خلف انا ظهري عورني ظهري منكسر. ريح ضار مني ما بقى شيء هديه وسويت. ما ايش اسوي بعدني؟ ايش اسوي؟ لازم تجيب لي رباط. رباط جيب له؟ رباط بيكون حصل ورا فايده يصير بيع قهوتك. حاسبني كم يوم امس ما يتحاسبتني؟ مو ماي معه؟ امس ترى انا كنت مشغول شويه. مشغول؟ اي مشغول. الحين عاد اقول انا باخذك من زمان اترياك. لو انت امس اموت اكذب على شايف حمدان وتقول الدكان خلف محترق. انا؟ انت؟ انا قلت حال حمدان ان دكان شايب خالد محترق. تتمنى لي بالحريق تاخذ وراي رزق وخير؟ والله العظيم شايب خالد ما قلت له. لا حول ثق حتى علي. صبر انا بخبرك بالسالفه وما فيها. مو فيها. انا شفت حمدان في السكه زين ماشي مطفر عيونه في الجو ويركض مره يركض. حمدان تعال ليش نقل لسان عن شايب خلف؟ قلت له لا تصير حد شايب خلف. قال لي حال مو ما يصير شايب خلف. قلت له ان الشايب خلف راح يطفي الحريقه ما في الدكان، مستوي حريقه بعيد وشايب خلف صار يساعدهم لان شايب خلف رجال زين ورجال طيب. انا كذا قلت له مو اسوي به. يلا خلك يلا خلك. شوف انا ما مدمق جماق. انت حمدان ما يكذب. حمدان مو صالح انت الكذاب. ابوي حمدان لو ما يكذب ما بان اللي صفه وكلها تخطر. نفاف يشتوي نفاف ذريرو ابي اصف ماذا؟ ما يخصني انت وياه. ان شاء الله تقطر كلها اطيح على راسك ان شاء الله. بس ما هذا ما يجوز. انا اتمنى حد كان الحريق. ما قلت كذاك. ما قلت شايب خلف. سير الغيب يلا قول عني. قول قول انت بتكل وام بتكل انا خيفانه هي زعلانه بصدق بيولي. ابوي انت خليش من ذا الكلام، خليش عقب ما قالت عني. لكن واحد ما يقدر يقول لها شيء. الله ينتقم منك يا شيخ، والله ينتقم منك ان شاء الله. الله يستعفي منك ان شاء الله كما سوى. خليت امي تزعل بيولي كذاك ان شاء الله ويطلع اخوي من البيت. يا أبوي هينك لو شحمت فؤادي. قم أسير أدور بيكم من خش تحت شيء من شجر اللومي.
يا الله يا ابوي، يا الله يا احبابي، يا شحمه فؤادي، اسميني الله ينعني يوم نعكتك من البيت، تنعاني ثاني عينه تحت الانبايه. سامحني ابوي، ما بايا نغف علي نومته. هذا هين صار؟ هاي على ماجي هين صار؟ هذه انا عفوا الساير هين صار؟ صبر بخبر يلا اقبر بيولي شكت شويه. يالله ايش اقبر بيولي؟ كنت بعد نروح الحين حد كان بعد احنا سايف هذول ما جت حجر علي. هو انا طحنا ما ادري، وهو واحد يفتن لكن مو القلافة فضل كل يوم طايح بيت ام يوسف. انا ما اعرف غيره. كيف؟ وانت مو دراب؟ ها تعرف اسعير هناك؟ شوف اذا كلامك استوى صحيح ايجي عن ندوة، لكن استوى مو صحيح اقلع عينك. ابوي انا مو يخصني، انا ما قلت شيء، ما عندي ما عندي غلط. لا 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 الكلام ما يفيدك بعد، ما يفيدك الكلام. خليه يجي. وين خليه يجي. دواء عندنا دواء. يلا ها هناك. يا الله يا الله جسحت تعبت. يا الله اسمين تعبت، رحت مدبغه وصرت حد لاليل وصرت ميابين وصرت ولقات وصرت سبيتال ادور من السبيتال وصوخ السمك ما حصلته. هذا ما يوسف الحرى، ما يوسف ده رقورة. لا اله الا الله. خلي عنك ذي العيوريه، خلي عنك ذي العيوريه. يا الله ابغى اسالك، انا ابغى اسالك. وابوي ما انتم مصري مالي؟ ما ماشي خوصه طاحت في عيني. خوصه؟ انت مصري؟ خلي عنك انت عنتور، خلي عنك عنتور. انت شوفك يا بيغ مزلي ها؟ خلي عنك عنتور، قوم مزلي، خلي عنك عنتور. مالك؟ قوم؟ هي 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 سرت، هي سرت. قومي؟ ها؟ مالك؟ ما بايو لي، اضحك لي. وهي ليه بضحك الليل؟ هي سرت. هي سرت نو بينا، هي سرت. مو انت بدور هذا يوسف؟ ها؟ مالك؟ مو ناك؟ ما ماشي كنت حك راسي شويه ويدين تعورني. ما ولا شايب خلف مو فيه اشوف. لا اله الا الله. ما يودي بيت يوسف؟ مو يودي بيت يوسف؟ قولي مو يودي بلاك وابوي. ها زين واذا صرت مو فيه هنا؟ مو فيه؟ ها مو فيك انت بعد؟ ما ماشي شايب خلف شويه ترى يديني يا الله من الجنجونيه. خبرني مو وداك، مو وداك بيت يوسف؟ مو وداك اذا صرت هناك؟ مو فيه. انزين مو فيه؟ قولي مو فيه يعني شريت؟ ها حمود سير لازم تقول لي، انت قصي لازم تقول لي. هي بمارة تصير ماشي بدون مارة، مو سوي عنده، مو قال لك سير هناك. ابي اعطيني اسوي لي جواز وختم اسير بيتهم انا. كان تبغى على عينك. ها زين يوسف صديقي اسير ازوره هنا، يجي يزورك هنا، هو يجي يزورك. هو ودي عنده هو يعني انت لما بتصير بيته ما تصير الا برخصته من عند اون. هذا ما حد الا انتهى، هذا ما حد والله العظيم ما حد. ما خصعته، ما خصعته، ما خصعه. لازم تقول لي انت قصدك كان تبغى. ويوسف طرش لي وحده يجيكني ما بس خلينا نتفاهم شويه. بيوتهم بعشر بيوتهم وراي تشوف بيوتهم. مالك مو هناك؟ استهدى بالله. لا اله الا الله. كيف ما سيطر انا هذاك صاحبي وبعدين هذا كل يوم يجي هنا ونسير لهم وبعدين عمي خالد ان شاء الله بتصير شمك. انا اسير عشان تعرف ايش؟ عشان ايش؟ عشان ابسط لك الامور. كذا هيكون انت حير عليها انت ما يعني. ملاك بملاك هذا بملاك. وش انت كل ما هذا ترى ايش يسوي؟ يوم يروح هناك ترى ما يسوي؟ يقول لهم شايب خلف ما يبغى يعطيكم اغراض. يا طمطم كل يوم، طمطم كل يوم يقول لهم فلوس ما يعطيكم. انا اقول لهم لا، اقول لهم شايب خلف لا. شايب خلف يوم يقول هذا اعطوهم اذا نص من اعطوهم منه نص. كذاب والله كلهم علي. لا تسوي كذاب. ما عليك ان شاء الله، ما عليك. واقول ايه؟ وانت صفت الامور صفتها؟ صفت. قلت عواش مو تبغى؟ اقول له تبغى اي شيء؟ نحن مستعدين. بس غاوي
شايب خالد مستعد اي شيء اي شيء مره ما جاي كذاك ابغى ام يوسف تسلم عليك ولا ام يوسف خلها تغيب هذه لكن ما ابغى سلام ما ابغى سلام عواش ترى هي مو ابغى هذيك الهضم عيوز عواش يوم طلعت انا طلعت قالت لي سلم علي لا خالف لكن سحبت اللي مخاف لي داخل اذا قال لك سلم علي يا الله يا كيف قلت اسلم عليك انا ساعات قولي قولي خالف ما يست عليك ايش ترابه تقول خالف تبركي يا ابو يست عليك خلي يا ابوي دخل دشه اهفك بالملهبه عاد تنعان انت هذا راس مالي وبيك ذا ثنتين الكنائخ الله يصرفهن قوم قوم انقص اتصفى بالحكي قوم انقب كوب شاي حق اخوك تراوى ابوي دشه هنا تراوى يلا تنعان لكن تنتهى من الدورات على طشه شعر سامحني سامحني كل السبب مني انا اللي خليت امي تضربك سامحني ما منش عايش وما منش ولا من امي لكن انا السبب كل السبب مني يعني وانا احسن لي اقوم اشتغل مدينة ولا ادور لكم ولا تزعل ولا شيء لا نصر انت هذا البيت بيتش هم بتشتلي هم بتسيري انت بتجلسي هنا وهذا البيت بيتش ولا وما انت مو تقولي ما اقول يا ولدي وبعدني اقول ان الشرشور اكتوب اللي قال البيت صار بعصمتك انت لكن وما ايه اشوف ايش كني شوي زعلانة عليه مو مسوية دي يلي مو مسوية ما زعلانة على حد يا ولدي لكن مو اسوي اسألهن اليوم مو مسويات في الشايب خلف اسألهن مو صويت في الشايب خلف؟ ما سوينا شيء والشايب خلف وما جاء عندنا البيت اليوم؟ يا ولدي كيف غيابك لكنه ما جلس واجد لطش وما شب مره مو صويت قول لي مو صويت؟ ما سوينا شيء بعد كن انا بقول لك اخوي مو صويت السلام عليكم لا خرب تعال تتو ما نبيع يا اخي تعال انت شوف ايش ابغى انا ما باغي اشتري تعال جه 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 انك نعم مو باغي يا اخي بغيت اسالك مو باغي يسالني او انا جاء واحد مشغول ما اعرف جايني منك يبغى يسالني مو هو هذا الشغله خير ان شاء الله بغى اسالك سؤال يا اخي هذا مسافر خانه وين ايش مسافر خانه مسافر خانه ابوي اذا تبغى مسافر خانه مسافر خانه هيا ها هنا هذا الدكان تابع لمسافر خانة وانا مو عارف من عندك يا تابع لمسافر خانة ان شاء الله ان شاء الله انا بخبرك اما انا فانا مسؤول عن الدكان والمسافر خانة ظاهر انت مسؤول ما ترد السلام نعم قولي مو باغي من مسافر خانة باغي يا اخي اسكن مو باغي نوبة بتسكن معنا نعم باغي اسكن معك مو باغي زين شوف هي السكة بوكسكها عن يمينك نعم بتشوف ناك بشاكيري واحد منهم اسمه فاضول هذا بشكاري بوانا اطرشه يجيب باللي سمك يجيب باللي اغراض ويشوف الساكنين عندنا داخل هاي فاضول بتشوفه واحد حلط وهناك بيوزع كثير من فضل كثير كثير اخر زمن يا الله اليوم حامي هالغليون حامي اقول عنتور من هين قال لك هاي من هين هاي قال لي او انه من المسفاه يا المسفاه الله ذكرتني عنتور بداخل حصن لغنيمة وذيك السبلة الطويلة يا الله ابوي انتو صغيرين بعدكم ما تعرفوا شيء ايه هاي الحصن اندثر الحين حصن القديمة ما باجي غير السبلة الطويلة ايش بخلف علامك سرحان علامك سرحان ايه ابوي ذكرتني يا عنتور ذكرتني يا ابوي بحرمتي الاولية كانت من المسفاة الله يرحمها وانت متزوج يا شيخ بخلف بس أربع عنتور يا الله أربع وهو أنا ما أشوف حتى واحدة منهن ثانهن كلهن يموتن عنتور يموتن توب يا رب يموتن انزين وخلاص انت كيف اسم يعني زوجتك القبلية يعني منك من المسفى اي اصلها من المسفى الله يرحمها اي نعم هاي المشفاة ابوي هاي الولاية يا عنتور باينة سلطان بن سيف اليعربي الله يرحمه
انت واقول لك انت كيف تزوجت من ناق من هذيك الولايه؟ اكيد زينه. اسمع انت عنتور، اسمع تراها زينه، قلنا لك ولايه. كيف ما زينه؟ ولايه زينه، وهاي بعد اصحابها يسوون من عسل النحل، يسوون هاي اسمه يبيعون يصنعون منه عسل هاي النحل. والله انا كله يعرف زين. وفيها اشجار؟ من يقول لك ما فيها اشجار؟ فيها اشجار، كل الفواكه فيها. وبعد هاي الولايه في اكيد عتليه فوق على سبع جبل الاخضر. زين مو فيها غيره. يا الله يا الله يا الله. فيها وايد. من هذه؟ انا من غيره. فاضل؟ ايه جيته؟ ايه جاي بس هذا. ابغى اخص النوم. على داخل. هي صحيح، ابغى اسالك سؤال. عم خلف مالك تنحف. ابغى اسالك سؤال. ايش هناك؟ مو بالسؤال اسال، مو تبغى تو. الشيخ سالم بن خميس العبري ما صحيح انه والي وقاضي حل يعاربه؟ ايه من هناك، من مصفى اصلا، من هناك بالولايه. هناك كان قاضي ووالي. ها يوم قلت له هذا كان يضحكني. وانت حمو؟ حمو سألها سؤال حمو. كيف ما سألت؟ عرف مو واحد هنا ساكن عندنا وقالس يقاحبني. يقول لي الشيخ سالم يقول ما من اسفة وقالس يقاحبني، ويقول لي هذا ما من ما والي حل يعاربه. قلت له ليش؟ قال لي لا، أنا يقول أنا صح. لا لا، قلت له أنا بسأل عم يخلف. والنعم والنعم التأنينة. أي ما يعرف شيء هذا؟ أي ما يعرفه؟ هاي مناك والي وقاضي كان هناك معهم في الولاية. صحيح ولا لا؟ صحيح صدقك. نعم كلامك مضبوط. فاضل هاي بضربهن ربيتين ونص. بضربهن كيف متراهنين؟ نعم ربيتين ونص. هاي ربي حالي ربي. هاي مخبرنك بالصح؟ حمو ربي حالي. هاي ربي حالي وانا متعب حالي ونفسي مضارب وحالتي حالي وتاخذ ربي. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة